وأعود إلى مجال للسعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا اكلمكم من المنطقه الشرقيه، شاعر طبعا انا ومنتج فني. نعم. انا اعلن من خلال هذا القناه اني ناوي اخذ الشاعر فتحي هذا، ناوي اسوي له ديوان صوتي. هذا شيء. شيء اخر، انا لي طلب يا حضره المذيع، تفضل. ممكن امص علاماتك؟ أعتذر عن المشاهدين الذين ساءه ما جاء في كلام علي الحمدان، وهو ما يخرج تماما عن اللياقة، ونخلي مسؤوليتنا عنه، وبالطبع ستتولى القناة ملاحقته قانونيا من خلال رقمه الذي ظهر الآن لدى الزملاء في الجاليري. علي صلاح.